لكم ساعة سعيدة وكل شيء زوين. الوجه فين شعلة بدر؟ الوجه خويا الجديدة. تحية جديدة. تحية عبد الله. تحية الأحباب والخوت في المكان. تحية المولي الخير. كان دوزي فيها وقت طويل بدرس. كان دوزنا فيها سنين. والله يرحم الناس اللي كانوا في دكوانها ويرحم البيع والشرايا ديال دكوانها. مولاي طاهر مسكين وسرحان الناس اللي من ولاد سي بوحيا وبردات والله يرحمه وبردات وبريديد بريديد وسي حمو سمعتيني العادات ديال الناس الله يرحمهم ما يدوم حالك حتى حنا غاديين. ايوا هاد الناس راه دوزو تسلسله ديال البيع والشراء ديال المعقول والكلمه والاخوه. الراجل الى غاب كيبقى الاخر كيبيع ليه ويشري كيبيع ويشري في بلاصتو بحال راه المحل ديالو غرام ما يضيعش. كيعرفوش هادوك الناس ديال الناس. والدينا بكري كانوا كيضربوا تماره وتمارا رخيصة ماشي راجل كايبي اللي الفرانك ولا داك بات يحرط إذا الله يحرط عليه مول الفلوس نهار كامل. هذاك والدينا اش باغينا باغينا يعيشونا ويشريو لنا الحيمات ويشريو لنا كذا الحالة. الناس عمر الوالدين ديالنا راه ضربوا علينا تمارا فابور قسما بالله الى تمارا فابور راه ربي فوق مني انا شفت كلشي بعينيا. يا سي عمر الله يرحم الله يرحم سبحان الله دول الحال من الواحد. وشوف الزمان كي كتبدل الوقت. كنا صغار كان الجامع الجامع والعصا الجامع والعصا مصوت. كانوا كل دار معلقة فيها مصويتة ديال الدراري خاصة بالدراري مصويتة خاصة بالدراري. اليوم الولد البوي يقول الراجل البوي يقول الدري دوز تبرك يقول ايه يبدا به هو الاول. طلبوا الله تعالى الله يخرجنا من دار العيب لعيب. كان الفقيه وكانت الاربعيه وكان الجمع وكانوا الخوت وكانت النيه. كانوا الناس يبخروا الدار بالداد. كانوا ملي كيجي شي فيروس ديال الرواح ولا سمعت يا سي عمر ديال الرواح تكون شي فيروس بحال هذا الشكل ديال كورونا ديب ولا شي بهيمه مرضت ودار شي فيروس ديال الغلام ولا هذا وشاف مول البهايم بلادي كيديروا على الداد هو اللي كان كيليق الفيروس ولا القطران والعسل الحر حتى هو كان كيديروا العسل الحر كان ياكلوا بنادم العسل الحر كيديروا المراه الوالده وحب رشاد والبيض البلدي سمعتي المراه ملي تكون نفسها كيبغيو يجبروها كيديروا ليها هاد الماكوله حب رشاد وداك النافع وسموه والبيض البلدي والحليب سبحان الله باش المراه تدفع الحليب للدري وتكون هو داك سخون كتصفاو من بعد الولاده. العوده حتى مو فاش كانوا كيولدوا بدريس كيدير لهم الشعير كيسخنوا لهم الشعير. شوف عمر شوف راه واحد القضيه رديت ليها البال والله العظيم الى هاد الشيء الاصيلي ديال بكري الى كندير منه انا دابا وكنلقى المفعول ديالو 100% كاين. يعني عيش انا دابا ملي كتولد ليا كنبقى متبع مع هذيك الربع ايام ولا خمس ايام كتولد كترخى سيرتو الا كانت نعجه سمينه وما فيها الشحمه بزاف ومهلي فيها مولا راه كتجي الولاده صعيبه. قولي علاش كتجي الولاده صعيبه؟ علاش؟ كلشي عدا ضيق الشحمه سبحان الله ناقصه لا سبورتيف ماشي ناقصه البيمه ما تكونش ناقصه عاوتاني كسابيه
يقولوا كسابية ما بينو حنا الطونسيو عاوتاني كسابية النجا تكون كسابية صحيحة راه سمعتيني والناس كانوا ملي كيولدوا الناس بكري كانوا يولدوا العودات كي العودات انا في العقل ديالي كنت كنمشي العربية العودات كي كتولد في الخلا كتولد في الربيع وكيجيو كيلقاو الولد حدا قداه شناهو كيخليه وكتجي ما كاين لا سبع ايام لا والو هي كيجيبو كيسخروا عليها وكيبقى الولد تيجي حداها عاود ما يجي فين يكبر الربيع ديك 3 شهور تيولي عاود حداها تبارك الله كانوا الناس كيولدوا دابا سبحان الله هادي متربي عبد ادريس اللي كان كينوض في الزنيق ما بقاش كينوض هذاك مدهون قل لا تصدق هو الأعمال. لا هو غير مع العام دابا مع الماء دابا السي عمر الا جاب الله الماء كلشي ينوض سبحان الله الماء قل الماء قليل كاين ديك الشتا اللي كتبقى 24 ساعه على 24 ساعه بشاده كاين شهر اللي كان بكري الشهر وربعين يوم وجيه لتر شهرين بنادم ما تيخرش ما تيدرش كيبقى مقابل على النشرة الجوية وبارك في الدار قولي اش كياكل البيصارة والحريرة والحسوة ولا اللوبيا والزيت العود والخبيزة ديال الفران كيطيبوا هاد الوقيت كيجمعوه في الصيف على حساب الشتاء الناس كانوا كيديروا على حساب الشتاء تحية الناس بني ملال والناس ديال الجبال ديال الاطلس والناس كاع اللي في الثلج تحيه لهم كيعرفوا بحق العام ايوا نطلبوا الله تعالى التيسير تي واحد العوده تاع بدريس ما بيناهمش اليوم معك يا خويا ما ساليناش و حتى المزيان ما جبناهمش جبنا النص وباش غنرجعوا النص الاخر غادي ان شاء الله غدا ان شاء الله نقضيو مع الجمهور غادي القضيه هذه ديال العودات عودات زوينات وان شاء الله غادي يكون غير خير كاينين في الاولى بدر كاينه وحده زرقاء والده جدا وحده وحده سليمانيه وحده برقيه وحده سليمانيه وجدع سنا الحليب دهمه ووحده سليمانيه برقيه محروق برقيه سليمانيه كل شيء بالوراق كل شيء بالوراقات الا وحده برقية محروقه الا وحده اللي ما عندهاش الوراق ونطلبوا الله تعالى التيسير هو بدريس كنشكروكم وعيدونا ان شاء الله في سبع خميسات او بغيت نوصي الوليدات كاع اللي كيتفرج فينا ولا البنيات اللي كيمشيو للبحر يردوا بالهم شويه من البحر لان البحر راه الدار سمعتيني حرق الدار الانسان يعوم ويعوم في اتساع باش يروح سالم من والديه الى ما عامش هذا العام يقدر يعوم العام الاخر وماشي الانسان يدخل البحر ويغرق ويخلي هو كيغرق ووالديه كيغرقوا فاجعه ايه الوالدي فيه كيغرقوا كيغرقوا كيمشي ليه من العقل وتمشي ليه من الصحه ويمشي ليه من الحياه ديالو بقاو مدمرين حياتهم كامله مدمروا حياتهم كامله مع هذاك خاص الانسان الوليدات كنوصيهم الله يرضي عليكم اللي كيشوف هاد الفيديو ديالنا وكيتفرج فينا ومتتبع ديالنا كنطلب من الله تعالى يحفظو الوالدين البحر ما تدخلوش لداخل ما تعاند مع شي حد عوم في اتساع وخرج بخير وعلى خير وعرق عليا ما ضرب ليا شي كاسكروت مع راساتك تروح عند والديك بخير وعلى خير وتكون هاني وتكون سالم وتحيه للمغاربه فين ما كان اخويا وتحيه للناس خوتنا الجزائريين المتبعين عم ادريس الله يسهل عليكم الخياله ولا بلا خياله كاع الجزائريين كاع اللي متبعين القناه ديالنا الله يسهل عليكم والله يجعلكم بالعارفين بالله ذكرتي بدريس الجزائر كاين حتى شي ناس من تونس بدريس هما متبعيننا حق توانسة لا هما متبعيننا والسعوديه والكويت كلشي ناس جميع المتتبعين جميع الدول العربيه فيما كانوا تحية لهم والله يسهل عليكم جميعا تحية الناس الغربة الله يسهل عليهم والناس الغربة راهم جاوا للمغرب والمغرب راه بلد الخير اخويا عمر ورا شوف كيقول لي قطران بلادي ولا عسل بندان انسان دابا حنا هاد القناة ديالنا راه حنا محسن ناس موالين البلاد نافعينهم فاش نافعينهم كنوريهم اجواء ديال البلاد دوريجين
يعني هو من سطات راه خارج في الدول الاوروبيه كنوريو ليه بلادو، كاين اللي هو من خريب كاع خارج الدول الاوروبيه كنوريو ليه القفاف، كاين اللي هو في الخميه، الناس ديال الخميسات راه تقريبا النص فيهم كلهم برا، تحيه ليهم والله الا تحيه الناس خميسات الله عمرها دار، تحيه الناس خميسات ولا خريب كاع ولا جميع الاقاليم راه المغرب ربوع المملكه، ربوع المملكه الله يعمرها دار، المغاربه راه كيحبونا فيما مشينا. عمي ادريس ويامس انا مشيت للبالوما والله ما صحاب راسي انا مشهور لهالدرجه والحمد لله. الى حبك الله تعالى وبغاك الله راه حتى البشر يبغيك كيحبك فيك عباده. الحمد لله الله يسعدك وتحياتي للجميع.